مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجيه، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، ورئيس المخابرات العامه عباس كامل. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول اخر المستجدات على صعيد التدابير والاجراءات الجاري اتخاذها لمكافحه الارهاب في اطار حمايه حدود الدوله وتامينها، بالاضافه الى عدد من الملفات الخارجيه في سياق التحديات التي تهدد امن المنطقه وسبل مواجهتها بما يحفظ الامن القومي. كما تناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصة في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة القادمة من المفاوضات خلال الشهر الجاري في أديس أبابا.